استعادت القوات الشرعية اليمنية بمساندة من التحالف العربي عددا من المواقع في محافظة مأرب، وذلك بعد أن خاضت معارك مع ميليشيات الحوثيين وصالح أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتمردين. كان 23 مسلحا قتلوا من الميليشيات الحوثية في مواجهات عنيفة إثر غارات للتحالف العربي في شمال باب المندب والمناطق الحدودية بين تعز، تزامنا مع الهجوم البري للقوات الموالية للشرعية بهدف تطهيرها.